الأسئلة حفظكم الله. يقول: ما حكم صيام التاسع من ذي الحجة؟ الصيام التاسع من ذي الحجة سنة مؤكدة، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام هذا اليوم، وبين عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. فصيام يوم عرفة لا شك أنه لغير الحاج هو من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم في هذه العشر، وهذه العشر ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة، فهو يوم عظيم ويوم يعني يحسن بالمسلم ألا يفرط بصيامه. وبعض الناس يعني هداهم الله يعني يجعل هذا اليوم هو يوم قضاء لرمضان، ويشرك معه أي مع هذا اليوم صيام شيء من رمضان قد فاته أو أنه قد أفطره. ولذلك نقول أن المسلم عليه أن يصوم هذا اليوم يعني بنية صيام يوم عرفة لكي يحصل على الأجر العظيم، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ويجعل القضاء إذا لم يستطع أن يصوم القضاء في هذه الأيام يؤجله، لأن صيام الأيام التي عليه من رمضان يستطيع أن يقضيها خلال السنة. أما هذا اليوم فهو يوم محدد، فإذا فاته فاته الأجر في صيامه، لأنه لو صام أي يوم من أيام السنة يريد هذا الأجر لن يحصل عليه إلا في هذا اليوم وهو يوم التاسع. فحري بالمسلم أن يحرص على صيامه، ويحث أيضا من يعول من أولاده أن يصوموا هذا اليوم ويحتسبوا الأجر فيه، لأنه فيه من الأجور العظيمة. والمسلم أيضا عليه أيضا في خلال الأيام أو أيام العشر وما بقي أيضا يصوم ما يستطيع إذا كان مستطيعا للصوم. ولا شك أنها أيام مباركة، يجب على المسلم أن يغتنم ما بقي منها، وأن يحرص على كثرة العبادات وكثرة الاستغفار. ومن أعظم الأعمال التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها كثرة الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما ذكر فضل هذه الأيام قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. فلا شك أن أفضل ما يفعله المسلم في هذه الأيام هو كثرة التكبير والتهليل والتسبيح، ويكثر من ذلك ومن الذكر أيضا قراءة القرآن وتلاوته وأيضا قيام الليل، كل هذا من الذكر. نعم.